مع تدهور الجانب الإنساني في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف، بدأت تبعات انهيار البنية التحتية في القطاع تظهر مع ازدياد المخاطر المترتبة على ذلك، ولا سيما المنظومة الصحية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أكدت أن 120 مولوداً جديداً موضوعون في حاضنات معرضون للخطر بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات بقطاع غزة. وأعرب المتحدث باسم اليونيسف جونثان كريكس لوكالة فرانس بريس عن قلقه البالغ بسبب ارتباط 70 طفلاً من هؤلاء الأطفال حديثي الولادة بأجهزة التنفس الاصطناعي. ومنذ أيام قالت منظمة الصحة العالمية أن الوقود اللازم لتشغيل المولدات نفذ من مستشفيات غزة، مشيرة إلى أن هناك 1000 حالة غسيل كلى معرضة أيضاً للخطر في حال توقفت المولدات عن العمل. وبالتزامن مع هذه التحذيرات، تستمر معاناة سكان قطاع غزة من شح أساسية الحياة المعيشية كالخبز وغيره. بنعاني معاناة مش طبيعية، يعني من صلاة الفجر وإحنا واقفين على باب المخبز بنعاني معاناة الله اللي بيعلم فيها. ولو استمر الأمر إذا يومين ثلاثة أيام لقدام رح يصير كارثة في قطاع غزة ولا حد بتوقعها. الأطفال عنا بموتوا من الجوع، يعني بتروح على الدار، يعني ربطة الخبز صارت كفي ثلاثة أيام لأربع عيال، الأربع عيال ما يقارب 30 شخص. إلى ذلك، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي إن الوضع في قطاع غزة كارثي، مضيفة أن 20 شاحنة من المساعدات لا تمثل شيئاً، مؤكدة الحاجة إلى وصول آمن ومستدام إلى غزة. بدوره، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من انتشار الأمراض في قطاع غزة نتيجة استهلاك مياه غير صالحة للشرب. ويقول مسؤول الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى وتيرة أسرع ومتواصلة لدخول 100 شاحنة على الأقل يومياً إلى غزة لتغطية الاحتياجات الطارئة. وقبل اندلاع أحدث الصراع، كانت عدد مئات من الشاحنات تصل إلى الجيب يومياً.